باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معكم يا الأحباء المباركين. لعلنا اقتربنا حتى نهاية هذا الشهر، بقيت أمامنا رسالتين من ضمن رسائل أيهما تختار لطريق الحياة الأبدية، حتى نتمتع بهذا النصيب وبهذه الحياة الأبدية مع آبائنا الشهداء والقديسين والرسل والملائكة مع رب المجد يسوع في ملكوته السماوي. رسالتنا النهاردة يا أحبائي عن الوقت. لعل البعض جانبين أو فئتين من الناس، البعض بيقول عندنا وقت طويل أثناء اليوم مش عارفين نعمل فيه لدرجة إن إحنا بنسهج، وفي بعض يقول لا احنا عندنا حاجات كثيرة لدرجة ان احنا مش ملحقين ان احنا نخلصها اثناء اليوم، وبالتالي ممكن يضيع اليوم في حاجات كثيرة او مشغوليات، وممكن يضيع اليوم في عدم انتهاز الفرصة في هذا اليوم لعمل اعمال تمجد الله. عشان كده احبائي رسالتنا اليوم الاجابة ناخدها من الكتاب المقدس، رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس أصحاح 5 وعدد 16. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. الوقت يا أحبائي عطية سمينة، هبة، وزنة من عند ربنا، زي ما بيقول الآباء إن إحنا لو حابين إن إحنا ندي العشور بتاعت اليوم من المفروض ان احنا ندي الساعتين واربعين دقيقة، لو حابين ان احنا ناخد ندي الوقت دي الله ده عشور بتاعة الله. لكن خلينا نشوف اذا كان هذا الامر بهذه الاهمية، وهي في نفس الوقت نعمة مجانية او عطية ثمينة بديها لربنا، لكن خلي في نفس الوقت بيذكرنا انه وقت الانسان على الارض قليل. عشان كده معلمنا موسى النبي في مزمور 90 وعدد 12 يقول كده، ده مزمور لموسى رجل الله أو صلاة لموسى رجل الله، يقول كده: إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. إحصاء أيامنا هكذا علمنا أو هكذا علمنا فنؤتي قلب حكمة. يعني الإنسان لابد أن يكون إيه؟ حكيم في عدد الأيام اللي محصى في عمره، وبالتالي يتعلم، وبالتالي قلبه يستعد بهذه الحكمة أنه إزاي يخلي باله من وقته أيامه على الأرض. في نفس المزمور 90 وعدد 9 و10 يقول لنا أنه الوقت دي بيمر سريع، بيمر سريع. يقول كده: أفنينا سنين كقصة، أيام سنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، لأنها تقرض سريعا فتطير. عارفين إن إحنا موسى النبي قعد 40 سنة، 40 سنة في قصر فرعون، و40 سنة لحد ما دعاه ربنا بعد كده إلى الخدمة، يعني 80 سنة. عشان كده يقول كده مع القوة 80 سنة. موسى عاش 120 سنة، لكن 70 سنة أو 80 سنة في الأولى دي كانت شاعر إن هي إيه، مرت بسرعة، وواجه الأيام لو ما فيهاش قوة الله، لو ما فيهاش نعمة الله، فكانت أيامه انتهت بدون إيه، تقرط سريعا فتطير بدون أي عمل يعني يدخله بعد كده إلى الفردوس والملكوت. عشان كده المطلوب مننا كما قال الكتاب المقدس في الرسالة الثالثة، يبقى أول حاجة الوقت عطية ثمينة، وبالتالي وقت الإنسان على أرض قليل. ثاني حاجة الوقت بيمر بسرعة. ثالث حاجة الوقت ننفذ يعني نفتدي الوقت، لأن الأيام شريرة. أشعياء النبي يقول عبارة صعبة شوية أحبائي في أشعياء 59 وعدد 14، يقول لنا كده: وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل يقف بعيدا، لأن الصديق سقط في الشارع، وبالتالي صار الصديق معدوما والحائد عن الشر يسلب، فرأى الرب
وساء في عينيه أنه ليس عدل. في الأيام الأخيرة أو في الأزمنة بتاعة الوقت عامة اللي احنا عايشين في العالم، قال كده: قد ارتد الحق إلى الوراء والعدل يقف بعيدا. ليس هذا عجبا، لأنه حناجي الآية قال عنا معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى تلميذه تيموثاوس ماذا سيحدث في الأيام الأخيرة. لكن خليني أمشي معاكم بالترتيب في وإحنا ماشيين في العهد القديم. رابع حاجة عشان نبتدي الوقت يا أحبائي، لأن صحة الإنسان وقوته بتضعف. كلام دي مذكور في سفر الجامعة أصحاح 12 وعدد 1-8، وحنذكر هذا الأمر بكرة بنعمة المسيح بتفصيل أكتر. أذكر خالقك في أيام شبابك. ليه؟ هاخد مقتطفات من هذه الآيات ومعناها فقط. في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت، يرتعش، ودي بنقول عليه ارتعاش اليدين لما الواحد يكبر. تتلوى رجال القوة، ضعف الرجلين، تبطل الطواحن اللي هو سقوط الأسنان، تظلم النواظر من الشبابيك اللي هي ضعف العيون، تغلق الأبواب في السوق اللي هو ضعف السمع، وأخيرا حين ينخفض صوت المطحنة اللي هو عدم قدرة الإنسان أو المعدة بالأصح على الأكل. كل ده أحبائي يديكم الصحة والعافية، لكن ده بيحصل في أيام الشيخوخة، وكثير قدامنا هذه العلامات أو هذه الأعمار. يضعف الإنسان فلا تكون له قوة للحركة أو العمل أو الخدمة لما تتقدم به الأيام. بالتالي مطلوب مننا أن احنا ننتهز هذه الفرصة، ننتهز فرصة الوقت، نخدم بأمانة بنشاط، نقدم أنفسنا للمسيح. اوعى تتهاون مع نفسك، خلاص نفسك أهم حاجة، نفسك غالية للمسيح. قدم للمسيح الناس البعيدين أيضا، حتى لو مش قادر تتكلم معاهم اذكرهم في صلاتك عشان يجوا للمسيح. اخدم بكل وزنة أدها لك المسيح، بوزن الترنيم، بوزن التسبيح، بوزن وعظ، بوزن التعليم، بوزن خدمة، بوزن كتابة، بوزن التفسير، أي وزنة. اكتشف ما أعطاك الله وما أعطانا الله من وزنات. لابد يا أحبائي أنه في هذه الأيام اللي قال عنها الكتاب المقدس تيموثاوس 2:3-1، في الأيام الصعبة نفتدي الوقت ونحذر هذه الأيام الأخيرة. ماذا يقول معلمنا بولس الرسول؟ لكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، وهكذا. لا 19 صفة للناس في الأزمنة الأخيرة، في الأوقات، في الأيام الأخيرة. عشان كده لنفتدي الوقت عشان نحذر ألا نسقط في كل هذه الأمور في الأيام الأخيرة يا أحبائي. لعل الكتاب المقدس يقول لنا كده: ربنا أدى الشعب، شعب بني إسرائيل أو شعب الله في العهد القديم، أداه 120 سنة للتوبة قبل الطوفان أثناء بناء الفلك، ولكن للأسف لم يفتدوا الوقت. أختم ده رسالتنا النهاردة. الوقت عطية ثمينة، الوقت يمر سريع، الأيام شريرة لنفتدي الوقت. نفتدي الوقت لأن صحة الإنسان وقوته بتضعف، نفتدي الوقت لأن علينا أن احنا ننتهز فرصة هذا الوقت يا أحبائي، ونحذر هذه الأيام الأخيرة. معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 3:8 وعبرانيين 4:7 وعبرانيين 3:15 يكرر آية تتكرر 3 مرات، لأنه يقول: في وقت مقبول سمعتك، في يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. إذ قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. يعني في يوم الغضب بتاع الله لما كان على شعب بني إسرائيل في يوم القفر في كورنثوس 2:6-2 أيضا ذكرت هذه الآية. اليوم وقت مقبول، واليوم يوم خلاص.
تدريبنا النهاردة يا أحبائي، إن سمعنا صوته فلا نقسي قلوبه، فيكون لنا هذا النصيب الصالح والرجوع إلى الله كما قلنا بالأمس: اقتربوا إلي اقترب إليكم يقول رب المجد يسوع، فننال هذا النصيب الصالح، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.